لا شك بأن موقف الجزائر، دولة الجزائر ورئاسة الجزائر ينسجم مع وجه مع مطالب الشعب الليبي نحو الذهاب إلى الانتخابات. نحن جدا سعداء بهذا الموقف ربما التاريخي. أيضا دائما الجزائر لها مواقف داعمة للشعب الليبي. نحن في حكومة الوحدة الوطنية اليوم من تمثل ليبيا في هذه الاجتماعات، نرى بأننا أن الحل في ليبيا نحو بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات وعدم الذهاب في أي مسارات موازية أخرى قد تعمق من الأزمة.